الكرة الثانية دائما عند نادي الفريق هذا باسيرو باسيرو إلى ياسين الشماخي كرة لزوير الزوادي زوادي التمهيد شماخي شماخي جول شماخي جول شماخي جول الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي في هذه المباراة قلت في أهداف هذه المباراة قلت في أهداف هذه المباراة ياسين الشماخي جول في توقيت بالضبط 34 انقلاب هذا الشوط الثاني افتتح النتيجة ياسين الشماخي بأسيست ممتاز من زوير الزوادي من زوير الزوادي يصبح عنده 5 أهداف ياسين الشماخي هداف الإفريقي مع باسيرو كومبواري.